قاعدة زوينة في جدال الأيام الأخيرة كنحاول نحافظ عليها. كل نهار كندون ثلاثة النعم رزقني الله بها، نعم اللي ما كتحصاش، وهذا الشيء كيجدد الإحساس بالقناعة والاكتفاء. صباح بادي زوين، داكشي باش ميمكنش ندوزو في الدار ونضيع هاد الجو الصافي والهواء النقي. وجدت فطور خفيف على قبل فنجة خفيفة. في الروتين اليومي، في الخدمة، في السوق، في الشارع، كنلاحظ بلي كنتمشى وحنا كنشوفو المحيط اللي داير بينا بعينين مغمضين. كنشوفو غالبا في الأرض أو على الأكثر كنشوفو بطريقة أفقية. يقدر حيت كيكون الهدف هو الرؤية والتعرف على الأشياء أكثر ما أنه هدف التأمل، ولكن بعض المرات كيخصنا نشوفو بفلتر. كيخصنا نشوفو الفوق، نشوفو السما شحال كبيرة وصافية، نشوفو حركات الطيور في الفضاء الكبير اللي الفوق، نشوفو الشجر كيف كيطلع علينا ومغطينا، نشوفو الجزء الآخر من المشهد اللي ما كنكملوش. هادشي ماشي أول مرة نفكر فيه، ودائما فاش كنديرو كنحس بالحرية والصفاء. كنحس بلي أنا عنصر صغير وسط بزاف العناصر أكثر مني حرية. كيعطيني هادشي واحد شحنة إيجابية كبيرة بزاف. الوقت اللي كندوزوه مع الخوت وقت زوين بزاف. تكون عندك اختك صغر منك او قريبه ليك في السن كتجيني نعمه، لانها بمثابه صديقه عايشه معك في الدار، كتعرف اختياراتك، مزاجك وادواقك في كل شيء، خصوصا اذا كانت مريحه بزاف كتخلي كاع الاوقات معاها حلوه. اختي صغر مني وكتعرف غالبا احسن مني بزاف الحوايج، خصوصا في التكنولوجيا والالعاب. واخا انا وياها كل وحده اكسترين كل حاجه، ولكن حنا بزوج كنقدروا نخلقوا جو زوين. صباح زوين بحال هذا ممكن يسالي الا بحاجه زوينه كيعجبني بزاف. هو يقدر يكون هو الهديه الوحيده اللي كترجم حرفيا الاحساس بالامتنان لشي حد. كيدوزو الايام والشهور والاعوام، كنغطسو في الروتين، نهار كيجر نهار، كنساو مره نشكرو الناس اللي مسخرين حياتهم لينا. فكرت ناخد وريضات الماما، كنتمنى يعجبو.